وانا كنت متوقع اللي بيحصل اه، بس ما كنتش متوقع ان هو يكون سيء للدرجات دي، يعني يكون سيء لدرجه ان الفرقه تلعب مباراه سيئه جدا قدام ريال بيتيس، والكره الوحيده اللي تتراعى عليها الشوط الثاني تخش هدف، اللي هو ايه يا جماعه ام النحس ده يا جماعه، الموضوع مبالغ فيه بجد، يعني الموضوع مبالغ فيه. سيبك من ان احنا عندنا لاعب ديفندر ما بيرجعش خالص، ولسه لحد دلوقتي بيلعب ديفندر، ومع ذلك مستمر جوه الملعب وبيكمل 70 وبيكمل 75 وبيكمل 90 دقيقه اساسا وهو مش قادر يمشي، ليه بقى؟ اسطوره. طب يا جماعه هل في حد ممكن يغير اي حاجه؟ لا، ده فرانك ديونج هو اللي هيقعد دكه، يعني فرانك هيقعد دكه وهنكمل ببوسكيتس ونيكو وجافي. طب مفيش مشكله ببوسكيتس؟ لا في مشكله فيه، بس هو هذا ابننا، عشان لما قلت لك ان المشروع بتاع لابورتو وتشافي قايم على اساس عرقي بحت وقايم على اساس كتالوني بحت ملوش اي علاقه بعالم كره القدم، صدقني صدقني ان الموضوع عباره عن شويه عنصريه وشويه اسبان مع بعض، ومش مهم مهم الفرقه يبقى وضعها عامل ازاي. يمكن عبد الصمد الزلزولي لسه برضه واحد من الايجابيات بتاع المشروع، ويمكن انا اتاسف لان انا كنت بطالب ان كوتينيو يلعب اساسي، بس لما شفت كوتينيو النهارده انا اسف بصراحه، كوتينيو ده ما ينفعش يلعب اساسي خالص، يلعب نيكو يلعب جافي يلعب عثمان يلعب اي حد، بس هذا كوتينيو ما ينفعش يلعب اساسي خالص. وفكره ان انت معلش يعني لما ربنا يكرمك ويخش في الجون في الدقيقه 81 في الدقيقه 70 في الدقيقه 79 يوم ما تفكر تغير تنزل بيكيه مكان كليمو لانجلي في الدقيقه 81 وتطلع الاسطوره الحيه كلمه الانجليزي في الدقيقه 81. طب بتنزل بكي ليه انت عايز يعني عشان بكي يروح وتلعب عرضيات؟ طب بكي ما راحش، طب منزل بكي ليه ومنزل لوك ديونج كمان مكان عبد الصمد الزلزولي؟ طب منفس دبي؟ لا منفس لما اساس بي سيء مش شايف قدامه مش هيقدر يسجل، بس لما اساس بي ما احنا كان سيء ماتش فيا ريال، بس قدر ان هو يجيب لي جول وقدر ان هو يحصل له ضربه جزاء. ايه طيب؟ انا ما كنتش مصدق ان تشافي هيعمل اي حاجه، برغم كل الهري اللي الاعلام الاسباني كان بيبيعه لي، وان تشافي بيقول للعيبه ان احنا هنكسب ماتش بايرن ميونخ، وان تشافي اجتمع معاهم وقال لهم اللي مش مصدق ان احنا ممكن نكسب بايرن يقول لي كل العبث ده انا سمعته كتير. انا بقى لي فتره برشلونه ماشي معاهم مبدا اشوف اسمع كلامك صدقك اشوف امورك استعجل، كانوا بيقولوا على كومان حاجات كتير، وكانوا بيقولوا على كيكي حاجات كتير، وبرده بيقولوا على تشافي حاجات كتير، وفي الاخر كل الكلام ده بلح وكل الكلام ده بيتباع للجمهور، انما اللي بيحصل حقيقي ان احنا لسه مستمرين على نفس السياسه القذره اللي بيتبعها اخوان لابورتو، وهي ان هو بيقول للجمهور حاجه واللي بيحصل حاجه ثانيه خالص. بيتقال للجمهور ان احنا بنعمل مشروع، وحاليا مفيش مشروع ولا في اي حاجه، كل اللي بيتقال حاليا عباره عن هري وضحك على الجمهور. فكره ان انت لسه بتنافس على اي بطوله؟ نفس على ان انت لا تمتلك فريق نفس على اي حاجه، انت بتمتلك شويه شباب جيدين مع مفترض عناصر خبره تسندها، بس عناصر خبره تسندها دي مش موجوده حرفيا، لان انت عناصر الخبره اللي عندكم اسوء حاجه عندك في الفرقه. عناصر الخبره سواء بيكي او سيرجيو بوسكيتس او سواء كمان لاعب زي ممفيس ديباي، دول اللعيبه المطلوب منهم ان هم يسندوا لعيبه زي جافي وزي نيكو وزي عبد الصمد الزازولي وزي حتى عثمان ديمبيلي اللي لسه راجع من اصابه وعايز ثقه. دول اللي مفترض ان هم يسندوا الفرقه، عناصر الخبرات. حتى سيرجيو لسه مش خبره. مارك اندريه تير شتيجن تعب من اللي هو بيشيله، فالموضوع بقى مبالغ فيه برشلونه. فاوعى تصدق اي حد يقول لك ان تشافي جاي يصلح وان تشافي جاي يعمل وان برشلونه لسه موجود وان برشلونه لسه بيعمل. برشلونه محتاج فلوس كتير علشان خاطر يعمل مشروع محترم، برشلونه محتاج انتدابات كتيره، بس رئيس النادي والمدير الفني مش عارفين يعملوها ازاي، ورئيس النادي لسه مقتنع ان ابناء لاماسيا ممكن يقدروا يرجعوا برشلونه، والكلام ده بيضحك اكتر، لان طول ما انت ما عندكش فلوس في ابناء لاماسيا اوعى تقول ان لاماسيا في يوم من الايام ممكن ترجع برشلونه. الكلام ده كله كذب، والكلام ده كله ضحك على الجمهور وضحك على الدروب. اتمنى ان الجمهور يفهم ان برشلونه محتاج وقت ومحتاج صبر. فانت لو انت عايز تصبر معانا وتتفرج على كل الماتشات اللي بنتغلب فيها دي وبتعديها بصدر رحب، اهلا بيك. اما لو انت من الناس اللي بتزعل وبتدور على مشاكل ريال مدريد وبتدور على المشاكل التحكيميه، فكمل معانا. اقول لكم في وانا كمان، واصدق ان تشافي هيكسب